الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إن الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. سبعة دعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما رب بيانا صغيرا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم كل شيء أعطي. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين رب العالمين. Okay, Alhamdulillah. Kira okay, siapa dah mari ni? Oh, Asma dah mari eh. Asma Syaza. Okeylah. Syaza. Kita tangguhlah dulu. Kita tangguh. Dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Gu. Terima kasih, Saza.